بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم، نبدأ. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس رقم 54 من سلسلة دروس شرح كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي من تصنيف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالى. الدرس رقم 54، ونحن نقرأ منه بما يشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها. نقرأ من طبعة دار القلم في دمشق بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى. أرجو منكم جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما، كما أرجو منكم جميعا حسن الاستماع وفتح الكتاب المقرر على صفحة 269، صفحة 269 من المجلد الأول اللي هو نفسه الجزء الأول. احنا كنا ما زلنا نتكلم عن أحكام التسليم، آخر أفعال الصلاة. شرحنا ما جاء في صفحة رقم 268، وانتهى الوقت قبل أن نتمم الحديث عن مسائل التسليم. الآن أرجو منكم جميعاً المتابعة معنا فيما نقرأ في أعلى صفحة 269. وينوي الإمام بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة. بيتكلم الآن الإمام الشيرازي عن النية التي ينبغي أن تكون متحققة ومنعقدة في قلب المصلي عند التسليم، والتسليم هو آخر أفعال الصلاة كما ذكرنا مراراً. التسليم هو آخر أفعال الصلاة، فقال لك ينوي الإمام الإمام بالنسبة للإمام ينوي بالتسليم الأولى الخروج من الصلاة، زائد والسلام على من عن يمينه من المصلين وعلى الحفظة من الملائكة. وينوي بالتسليمة الثانية، ما في خروج من الصلاة لأنه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى عند الشافعية. طب ماذا ينوي؟ ينوي السلام على من على يساره من المؤمنين وعلى الحفظة من الملائكة. وينوي الآن المأموم، إيش ينوي؟ قال لك ينوي المأموم بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الإمام وعلى الحفظة من الملائكة من جهة اليمين، وعلى المأمومين من ناحيته في صفه وورائه وقدامه إذا كان في الصف الثاني أو الثالث. طيب، ولما يسلم على اليسار ماذا ينوي؟ وينوي بالثانية السلام على الحفظة من الملائكة وعلى المأمومين من ناحيته، فإن كان الإمام قدامه نواه في أي التسليمتين شاء. الصحيح أيها الأحباب أن هذه اشتراط هذه النية ليست على سبيل الإلزام والوجوب كما سيأتي بيانه بعد قليل. أن التسليم جزء من الصلاة، ولا يحتاج المصلي في كل فعل من أفعال الصلاة أن ينويه، إنما يجزئه ويكفيه النية التي انعقدت في قلبه قبيل تكبيرة الإحرام، إنه نوى أن يصلي الظهر أو ركعتين الفجر أو ثلاث ركعات المغرب مقتديا بالإمام إلى آخره، والنية محلها القلب. هذه النية تجزئ عن جميع أفعال وأذكار الصلاة، ولا يحتاج المصلي حقيقة لأن ينوي الخروج من الصلاة بالتسليم الأولى أو حتى الثانية، إنما هو يعلم أن الصلاة تنتهي بالتسليم الأولى، تمام، والتسليم الثانية سنة. هذا العلم يكفيه حقيقة. أما نقول المصلي يجب أن تنوي الخروج من الصلاة بالركعة بالتسليمة الأولى،
عندما تسلم التسليمة الأولى فهذا قد يكون تكليف بأمر مشاق، قد يسهو، قد ينسى، نقول له صلاتك باطلة، ما التسليم جزء من الصلاة وقد نواها في البداية وهو يعلم أنه آخر أفعالها التسليم. فلا نريد أن يعني نتكلف في استنباط الأحكام الشرعية من غير ما دليل صحيح صريح. ما اشترطنا أن ينوي الركوع حتى يكون الركوع صحيحا، ولا أن ينوي السجود حتى يكون السجود صحيحا، إنما أجزأه النية التي في أول الصلاة قبيل تكبيرة الإحرام، وكل هذه الأفعال والأذكار والحركات والهيئات من الصلاة، تمام. لكن هو حقيقة يستحضر أنه يسلم على المصلي والإمام والمأموم، كان في جماعة أو كان منفردا، يستحضر أنه يسلم على مين؟ على المؤمنين الحاضرين وعلى الملائكة الحفظة، مش على الجن. انتبهوا، الجن موجودين، في منهم مسلمين وفي منهم كافرين، وفي منهم فسقة وفي منهم محسنين، هم مكلفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومنهم الشياطين، لكن الملائكة خلق آخر من نور، مفطورون على طاعة الله وعبادته وتمجيده وتسبيحه جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مش داخلين في التكليف افعل ولا تفعل. الملائكة من كرام خلق الله، من كرام خلق الله، فنحن نوقن بوجود الملائكة، وفي ملائكة حفظة، ملائكة على اليمين وملائكة على اليسار ومعقبات وغيره، في ملائكة موكلة بكتابة حسناتنا، وملائكة موكلة بكتابة سيئاتنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنسلم على أولئك الملائكة السلام. ومرة واحد بيسألني إحنا على من نسلم في الصلاة؟ نسلم على المؤمنين الحاضرين إذا كنا في جماعة، الإمام ومن معنا يمينا ثم من معنا يسارا، نسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله، الكل يسلم على الكل، ونسلم على من معنا من الملائكة إيمانا منا بوجودهم. شوفوا هذه المعاني الجميلة في الصلاة، اللي أعظم شعائر الإسلام وعمود الإسلام وثاني أركانه. فإذا كان الواحد يصلي منفردا لا مع إمام ولا مع مؤمنين ولا غيره، على من يسلم؟ يسلم حقيقة على الملائكة المحيطة به، الحاضرة معه، الحفظة، ومن يكتبون حسناته ومن يكتبون سيئاته، تمام. فهذا معنى السلام، هذا يستحضره المؤمن، يعني ينبغي أن يستحضره في قلبه أنه يسلم على الإمام والمأمومين والمؤمنين الحفظة، تمام. يعني ختام الصلاة بهذا السلام على بعضنا البعض وعلى الملائكة الحاضرين، وهذا معنى جميل. أنا شخصيا يقع في قلبي لما أسلم يسارا وألتفت يسارا قائلا السلام عليكم ورحمة الله، يقع في قلبي سؤال موجه للملائكة التي على اليسار والتي تسجل السيئات، أقول في قلبي لما أسلم التسليم اللي على اليسار، ماذا كتبتم علي اليوم عباد الله؟ ما هذا كلام أقوله في قلبي وأنا أسلم التسليمة التي على اليسار، وأحدثكم به لعله من فقه الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أسألهم في قلبي ماذا كتبتم علي اليوم عباد الرحمن؟ ماذا كتبتم علي اليوم عباد الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكمل وينقل الآن، سنستدرك بعد قليل على هذا الذي ذكره الإمام الشيرازي، أنه يجب أن ينوي الخروج من الصلاة بالتسليمة.
وينوي المنفرد بالتسليمة الأولى اللي بيصلي لحاله الخروج من الصلاة، ومعها أيضا ينوي السلام على الحفظة، وبالتكبيرة وبالتسليمة الثانية ينوي إيش، وبالثانية السلام على الحفظة. فاستقر عند الشافعية أن الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الأولى، الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الأولى، تمام. فهو ينوي الخروج من الصلاة على ما قرر الإمام الشيرازي هنا، وينوي السلام على المؤمنين إماما ومأمومين وعلى الحفظة، وبالتسليمة الثانية على اليسار ينوي السلام على المأمومين وعلى الحفظة. إذا كان منفردا فلحاله بيصلي نافلة أو فريضة في البيت، فهو يسلم على الحفظة في الحالتين على الملائكة، وينوي الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى. والأصل يعني الدليل فيما فيه في هذا المعنى ما رواه أو ما روي أو ما روى عفوا سمر بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسلم على أنفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض. وهذا الحديث حديث حسن تقوم به الحجة. والكلام عن السلام في الصلاة، الكلام هنا أمرنا رسول الله يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ السلام، أن نختم الصلاة بالسلام، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب لماذا سمر بن جندب الآن في هذا الحديث الحسن يبين على من يكون السلام؟ على أنفسنا يعني معشر المؤمنين المصلين، وعلى على أنفسنا وعلى بعضنا البعض. طيب، ولما كان الحكم الشرعي أخذ من مجمل النصوص الشرعية ذات العلاقة، اسمعوا الآن عندنا نص آخر. وروى علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، السنة القبلية، وبعدها ركعتين، ويصلي قبل العصر أربعا، يفصل كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه من المؤمنين. وهذا حديث حسن. فمن حديث سمر بن جندب وحديث علي بن أبي طالب استنبطنا هذا المعنى، أن التسليم إنما هو في آخر الصلاة، هو للخروج من الصلاة وللتسليم على المؤمنين وللتسليم على الملائكة الحاضرين. واضح كيف الحكم الشرعي أخذ من مجمل النصوص ذات العلاقة. في حديث سمرة ما في تسليم على الملائكة، في حديث علي بن أبي طالب في تسليم على الملائكة. فجمعنا بين الحديثين وفهمنا أن التسليم هذا الذي هو آخر أفعال الصلاة إنما هو تسليم على المؤمنين الحاضرين إماما ومأمومين، وتسليم على الحفظة من الملائكة الحاضرين أيضا، مع الأخذ بعين الاعتبار قضية الخروج من الصلاة التي ذكرها الإمام الشيرازي هنا، تمام. فهذا معنى التسليم. ثم لاحظوا معي أيها الأحباب أنه حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما فهم الصحابي، فيما فقه الصحابي، أو فيما سمع، تمام. أما ما فيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، تمام. لكن هذا لا يعني أنه هذه الوصف من الصحابيين ليس من السنة ولا يعتبر جزء من السنة، لا. لماذا؟ لأن السنة كما عرف علماء أصول الفقه وغيرهم من علماء الشرع الشريف، كل ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وفي تعريف آخر كل ما نقل أو كل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. في كثير من الأحاديث النبوية يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال الرسول كذا وكذا عليه الصلاة والسلام، هذه سنة قولية. في سنة فعلية، فعل فعلا لكن ما قال، مين اللي وصف الفعل؟ الصحابة، مثل هذا الحديث، فوصفوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا رأينا كذا وكذا، رأيناه يفعل كذا وكذا، رأيناه قام، رأيناه صلى كذا وكذا، تمام، رأيناه دعا بكذا وكذا. هذه وصف من الصحابة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، مش هو بيقول قال يقول كذا وكذا. في فرق بين السنة القولية
والسنة الفعلية من حيث الشكل، أما كلها سنة من حيث أنها مصدر ثاني للتشريع الإسلامي. وفي سنة تقريرية، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قول وما فعل شيء، طيب إيش حصل أمامه وفي حضرته وفي مجلسه شيء فسكت عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت، لا يسكت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على محرم ولا على مكروه، فسكوته بالحد الأدنى يعني الإباحة، بالحد الأدنى يعني الإباحة، والله تعالى أعلم. شوفوا كيف استنباط الحكم الشرعي من النص الشرعي. ومن أوسع الكتب المعاصرة في هذا الموضوع كتاب تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح رحمه الله تعالى، ورسالته للدكتوراه في الأزهر الشريف، ويقع في مجلدين، كتبه تقريبا قبل 40 عاما أو أكثر، أكثر من 40 عاما، ويعتبر العمدة في موضوعه في الكتب المعاصرة. تفسير النصوص موجود في مجلدين كبيرين على الانترنت PDF وغيره. وإن نوى الخروج من الصلاة ولم ينوي ما سواها جاز، هذا كلام الشيرازي، يعني إذا نوى الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى وما نوى قضية السلام على الإمام والسلام على المؤمنين وعلى الحفظة، صلاة صحيحة، قال صلاة صحيحة لأن التسليم على الحاضرين سنة. طيب وإن لم ينوي الخروج من الصلاة، أنا بقول لك حاجة تانية، إذا لم ينوي الخروج من الصلاة فصلاة صحيحة، وإذا لم ينوي السلام بالتسليم، السلام على الحاضرين من المؤمنين ومن الملائكة، صلاة صحيحة، فعل الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في ختام صلاته، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن سلم على اليمين ثم على اليسار تمت صلاته، وإن لم ينوي بها بالتسليم على اليمين خروج من الصلاة، وإن لم ينوي بالتسليمتين السلام على المؤمنين الحاضرين من إمام ومأمومين، وإن لم ينوي بالتسليمتين السلام على الملائكة الحاضرين، صلاة صحيحة بكل حال. من السنة أن يستحضر معنى الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى، ومن السنة أن يستحضر المصلي أنه يسلم في التسليمتين على الحاضرين من المؤمنين إن كانت في صلاة جماعة، وعلى الحفظة من الملائكة الحاضرين في كل حال، أي في صلاة الجماعة وصلاة الفرد، من السنة. فإن غفل عن ذلك أو نسيه أو لم يستحضره لا يعيد التسليم ولا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال. وإن لم ينوي الخروج من الصلاة ففيه وجهان، يعني في المذهب الراجح الوجه اللي قلته الآن، إذا لم ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة نسيانا غفلة جهلا مش عارف إنه لازم ينوي هذه النية، صلاته إيش؟ صحيحة. في الوجه الثاني المعتمد في المذهب وهو المفتى به عند الشافعي فيه وجهان. الوجه الأول قال أبو العباس ابن سريج وأبو العباس ابن القاص لا يجزئه، يعني إيش؟ يعني لازم يعيد التسليم ويسجد للسهو بالحد الأدنى، وهو ظاهر النص في البويطي، مختصر البويطي للأم، الأم له مختصرين، مختصر البويطي وهو التلميذ الأكبر للإمام الشافعي، ومختصر المزني وهو الأكثر شهرة وانتشارا، وهو الذي أثر في سلسلة التصنيف عند الشافعية في الفقه بعد ذلك، لأن البويطي حبس سجن، فحرم المأموم الخليفة العباسي المسلمين من علم البويطي لما حبسه في فتنة خلق القرآن، طيب لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فلم يصح من غير نية كتكبيرة الإحرام. لا يا سادتنا يا معشر أئمة الشافعية، تكبيرة الإحرام بها افتتاح الصلاة، فينبغي أن تكون النية قبيلها حاضرة في قلب المصلي، لأن النية تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات فيما بينها، الظهر عن العصر عن المغرب وهكذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، في الحديث الصحيح الصريح، تمام. فقلنا النية فرض واجب، لكن نية واحدة للصلاة كلها، لأن الصلاة كلها عبادة واحدة، مش كل فعل من أفعالها يحتاج إلى نية. يا معشر سادتنا الشافعية، وقال أبو حفص ابن الوكيل وأبو عبد الله الجرجاني وغيرهما من الشافعي، إيش قالوا؟ الوجه الثاني
وجه يعني رأي عند الشافعية من غير آراء الإمام. آراء الإمام بنسميها أقوال، آراء الشافعية من تلاميذه وتلاميذهم ومن بعدهم بنسميها وجوه. إيش قالوا في الوجه الثاني وهو الراجح المفتى به؟ يجزئه. نفتح الكتاب صفحة 270. يجزئه، يعني لو لم ينوي هاء الخروج من الصلاة بالتسليم الأولى فصلاته صحيحة. تمام؟ ليش التعليل؟ لأن نية الصلاة قد أتت على جميع الأفعال. هذا الكلام خلاص، عبادة وحدة واحدة متكاملة. تمام؟ مش هو عارف إيش الفروض وإيش السنن فيها، لكن مش كل فرض بده نية لحاله. مثل الطواف بالبيت، كل طواف كل شوط بدي أنويه. نويت أن أطوف شوط بالكعبة طواف العمرة مثلا؟ لا طبعا، عبادة واحدة، نية في الأول وخلاص على كده. والسلام من جملتها، لأن نية الصلاة قد أتت على جميع الأفعال، والسلام من جملتها. تمام؟ طيب، وإيش ذكرنا في الحاشية دكتور محمد الزحيري عن هذا الوجه الثاني اللي رجحناه الآن وهو المفتى به في المذهب؟ قال وهو الصحيح بأنه لا يجب أن ينوي بسلام الخروج من الصلاة، ولكن يستحب له ذلك، يستحب له ذلك. تمام؟ هذا الكلام اللي نقله البويطي في مختصره رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي، هذا يحمل على الاستحباب. مين اللي قال هذا؟ الإمام النووي محقق المذهب الشافعي، كما سطر ذلك في المجموع شرح المهذب، ونقله عنه هنا مختصرا محقق كتابنا المهذب الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله وجزاه الله خيرا. إذن إن استحضار نية الخروج من الصلاة بالتسليم الأولى سنة، استحضار التسليم على الإمام والمأمومين على المؤمنين الحاضرين في التسليمتين وعلى الملائكة الحاضرين في التسليمتين سنة. فلو لم يستحضر نية الخروج من الصلاة ولو لم يستحضر نية التسليم على الحاضرين من المؤمنين ومن الملائكة الحاضرين فالصلاة صحيحة، ويجزئه النية اللي في أول الصلاة اللي هي نية الصلاة اللي كانت قبيل تكبيرة الإحرام. الآن أن ينوي الخروج من الصلاة بالتسليم الأولى وأن ينوي التسليم على الحاضرين من المؤمنين والملائكة في التسليمتين، هذا من السنن والمستحبات. تمام؟ في المفتى به في المذهب عند الشافعية وهو الصحيح، والله أعلم، والله تعالى أعلم. لاحظوا كيف في اجتهادات داخل المذهب وكيف يكون الترجيح والاختيار، وبالله التوفيق. فصل، الذكر بعد الصلاة. خلصنا الصلاة، لا خلصنا الصلاة، سلمنا على اليمين وسلمنا على اليسار، صلوا صلاة مودع. بيقول الأئمة في كثير من المساجد لما يقف في الصلاة في الصف بيقول يا معشر المؤمنين صلوا صلاة مودع. إيش يعني؟ يعني اخشعوا في صلاتكم كأنه هاي الصلاة آخر صلاة بتكون تصلوها في حياتكم، فأحسنوا في الخشوع في الركوع والسجود والطمأنينات. لأنه أيها الأحباب في يوما ما في صلاة سنصليها ستكون آخر صلاة لنا في هذه الحياة الدنيا، لا نعرف فجر ولا ظهر ولا عصر ولا وتر، ما نعرف، ممكن ستطلع الشمس علينا يوما ولن تغرب، أو ستغرب الشمس علينا يوما ولن تصبح، لأنه الموت حق وبالموت ينتهي العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال عليه الصلاة والسلام. فالموت حق وهو آتي لا محالة، متى لا نعلم، لا تعلم ولا تدري أنفس بأي أرض تموت. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين وأن يميتنا ميتة الشهداء في سبيله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع أنه في صلاة ستكون آخر صلاة لنا، ممكن تكون الوتر النام وما نصحى، ممكن تكون الفجر الظهر، ممكن. فلذلك نصلي كل صلواتنا كأننا سنودع، أو كأننا نودع، يعني هذه آخر صلاة، فنحسن فيها الركوع والسجود والخشوع.
والقراءة والطمأنينات على الوجه الأتم الأكمل. ونذكر قول الله عز وجل في سورة تبارك الذي خلق تبارك في سورة تبارك في وصف ذاته سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في دار الدنيا في دار ابتلاء، اختبار، امتحان، بكثرة العمل؟ لا، بحسنه. العبرة بحسن العمل لا بكثرته. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ممكن تصلي 1000 ركعة في الليل تنقرها كنقر الديك، لا تدري عنها شيئا ولا تدري ماذا قرأت. ممكن تصلي ركعتين تحسن فيهما القراءة والسجود والركوع والتذلل بين يدي الله عز وجل، فيكونان أفضل وأعظم أجرا وثوابا عند الله عز وجل، لأن العبرة بحسن العمل لا بكثرته. طيب خلصنا الصلاة. فصل الذكر بعد الصلاة. باختصار أيها الأحباب، الدعاء مستجاب قبل التسليم قبيل التسليم وبعد التسليم، لأنه عند ختام العمل. لما اقتربنا من الانتهاء من الصلاة كان الدعاء مستجابا، يعني من الأوقات التي والأحوال التي يرجى فيها الإجابة، بعد الصلاة الإبراهيمية وقبل التسليم. وبعد التسليم لما انتهينا من الصلاة أيضا الدعاء مستجاب. فلا تزهدوا بارك الله فيكم أنتم وذراريكم ومن لكم ولاية عليه بهذين الوقتين وهذين الحالين، آخر الصلاة بعد الصلاة الإبراهيمية قبل التسليم الدعاء مستجاب، وبعد التسليم عند الانتهاء من الأذكار. الآن ذكر لنا بعض الأذكار. الإمام الشيرازي هنا ذكر لنا بعض الأذكار، ولا الأذكار لبعض الصلاة المأثورة أكثر مما ذكره في وسط صفحة 270، تمام، وبالذات الأذكار التي بعد صلاة الفجر والتي بعد صلاة المغرب. فاحرصوا بارك الله فيكم على المواظبة على الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعيد الصلوات المفروضة، وبالذات الأذكار التي بعد صلاتي الفجر والمغرب، الفجر بداية النهار والمغرب بداية الليل. وجاء في فضل الأذكار التي بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر أن الله سبحانه وتعالى بها يحفظ العبد من كل سوء وشر في ليله ونهاره. الناس بتسأل عن أسباب التحصن من العين والحسد والشرور وكيد الكائدين وبطش الظالمين، نقول لهم الأذكار ثم الأذكار ثم الأذكار. الأذكار المأثورة وهي كثيرة، أذكار الصباح وأذكار المساء والدعاء الذي بعد الأذان والدعاء الذي بعد الوضوء والدعاء اللي عند دخول الخلاء والخروج منه والدعاء الذي بعد الصلوات المفروضة وبالذات بعد المغرب والعشاء. كل هذه الأذكار المواظبة عليها تجعل المؤمن داخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وداخل في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن الإنسان ينسى ويغفل، فتأتي الأذكار المأثورة لتذكره بموقعه في هذا الكون، لماذا خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنه عبد ذليل لله فقير لرحمة ربه سبحانه وتعالى، بحاجة ماسة للطف الله ورحمته وعفوه في كل حال وفي كل حين، بحاجة لمدد وغوث من الله يستعين به على شياطين الإنس والجن. أعوذ بالله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا دائما الاستعاذة في كل الأذكار المأثورة تقريبا. طيب فالمذكور اللي ساق الإمام الشيرازي هنا هذا بعض الأذكار، ما هي؟ قال ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى. طبعا الأذكار هذه خاصة بالصلوات المفروضة، بالصلوات المفروضة أن يذكر الله تعالى، يعني ما تجدهم أحيانا يسلم ويركض، يركض يهرول خارج المسجد أو يرد على الجوال الهاتف النقال، أو يعني الدنيا تسرقه من المسجد. أمكث ولو شيئا يسيرا.
الوقت المتاح المخصص للصلاة قليل، خمس صلوات كانت 50، فمعك وقت طويل للأكل والشرب والبيع والشراء والدراسة والذهاب والسياحة إلى آخره. أعطي الصلاة حقها. ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى، لما روي عن الزبير، عن ابن الزبير. مين ابن الزبير هنا؟ عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة، أنه كان أي الكلام عن ابن الزبير ماذا كان يفعل عبد الله بن الزبير وقد بويع بالخلافة في آخر عهد بن أمية، يعني وهو من صحابي ابن صحابي، فكان يفعل يذكر الدعاء التالي، وهذا مثل هذا الدعاء من شأنه أن يكون قد سمعه رضي الله تعالى عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أو من كبار الصحابة، ومنهم والد الزبير بن العوام. يعني لم يخترع عبد الله بن الزبير هذا الدعاء، لكنه لم ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الورع عند الصحابة. في كثير من الأحيان إذا نسي لفظ معين أو شك في كلمة في الحديث لا يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما بقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، أو بقول أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا. ليه؟ لأنه شاكك في كلمة أو أكثر نسيها أو مخربط فيها. طب ما بده يكتم العلم، ما بده يأثم بكتمان العلم، فماذا يفعل؟ يحدث بالحديث دون أن ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعلم أنه هذا حديث موقوف على الصحابي وله حكم الرفع. مثل هذا الدعاء الذي كان يواظب عليه هذا الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، كان يهلل لا إله إلا الله في أثر كل صلاة، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا من الأذكار المأثورة بعد الصلوات المفروضة، هذا الذكر من المستحب أن يذكره المصلي بعد الصلاة المفروضة اللي ذكره عبد الله بن الزبير. لاحظوا كله يعني تفويض الأمر لله، توحيد الله تعالى والثناء على الله والبراءة من كفر الكافرين. يعني الأذكار تحوم حول قضية العبودية لله وتوحيد الله واستنزال الرحمة من الله وإظهار الفقر والمسكنة لله. تمام. طيب، ثم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهذا في دبر كل صلاة. إذن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رفعه هنا ابن الزبير للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش اكتفى بذكر التعليم للتابعين هذا الذكر لبعد الصلاة، لا، صرح برفعه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهلل بهذا في دبر كل صلاة. الكلام عن صلاة المفروضة، الصلاة المفروضة. تمام. والحديث في صحيح مسلم. إذن هذا من الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة في نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات المفروضة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم نعم. طيب، وكتب المغيرة إلى معاوية رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول، هذا كتاب أرسله المغيرة بن شعبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه في بلاد الشام، رسالة بقول يكتب له ما سمعه من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. الصحابة كانوا يتناصحون فيما بينهم وكانوا يتبادلون الاجتهادات ويتحاورون ويعلم بعضهم بعضا، لأنه ما في صحابي حفظ كل السنة. تمام. إلا ما يكون خفي عنه بعض السنة، لأنه طول الصحبة كان يختلف ما بين المهاجرين والأنصار،
ثم حياة الصحابي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف طولا وقصرا، منهم من مات بعد النبي عليه الصلاة والسلام بفترة وجيزة، منهم من طال عمره حتى مات سنة 100 هجرية أو 110 كما حصل مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذا من الأذكار المأثورة بعد الصلاة، وكما قلنا لكم الأذكار المأثورة أكثر من ذلك بكثير، فنرجع إليها في الكتب المظام مثل باب الأذكار في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، يعني أفرد كتابا كاملا عن الأذكار وساق كل الآثار المنوية عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام في الأذكار على اختلاف الأوقات والأحوال، كتاب نفيس جميل وجليل ومختصر مركز مفيد اسمه كتاب الأذكار للإمام النووي، احرص على اقتناءه والقراءة فيه، وأهم المراجع إن لم يكن أهمها في بيان الأذكار، وكل الكتب اللي بتأخذ كتاب كتب الدعاء المستجاب والأدعية المستجابة وأذكار اليوم والليلة وحصن المسلم والآخر من الكتب المعاصرة والكتيبات المعاصرة وهي كثيرة تأخذ عن كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، هو اختصره في باب في رياض الصالحين، لكن من أراد التوسع والاطلاع على كل الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح فيرجع إلى كتاب الأذكار للإمام النووي، يقع في 250 صفحة تقريبا. طيب الآن فصل الانصراف من الصلاة، خلصنا الصلاة وسلمنا عن اليمين وعن اليسار وذكرنا الأذكار المأثورة ومنها التسبيح سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة من صلاة مفروضة فيها فضل، تمام، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا من الأذكار المأثورة بعد الصلوات المفروضة، طبعا بعد المغرب والعشاء في زيادات خاصة بالمغرب والعشاء، قلنا بالمغرب والفجر عفوا، الفجر دخول الصباح النهار وال المغرب بداية الليل، احرصوا بارك الله فيكم. بالنسبة للرجال البالغين العاقلين الأصحاء المقيمين مش مسافرين على أن يصلوا صلاة الفجر في المسجد جماعة مع الإمام، هذا الحد الأدنى، فمن صلى صلاة الفجر في جماعة كان في ذمة الله فهو في حفظ الله تعالى، إن شاء الله تعالى يحفظه من النوائب والحوادث، صلاة الجماعة في الفجر في مع الإمام في المسجد هذا أمر في غاية الأهمية، احرص عليه متى كنت مقيما صحيحا، تمام، إياك أن تفوتك صلاة الفجر مع الإمام في المسجد، أنت يعني سيرتفع عنك غطاء مهم من التحصين والحماية في ذلك اليوم إذا فاتتك صلاة الفجر في المسجد، نسأل الله العفو والعافية. فصل الانصراف من الصلاة، وإذا أراد أن ينصرف فإن كان خلفه نساء استحب أن يلبس استحب أو استحب أن يلبث حتى ينصرف النساء ولا يختلطن بالرجال، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم قام النساء حين يقضي سلامه فيمكث يسيرا قبل أن يقوم، والحديث في صحيح البخاري. طبعا هنا بدنا نقف مع هذا الحديث قليلا من الوقت، فنقول بالله التوفيق هذا الحديث بدل على إيه؟ إنه الصحابيات كن يحضرن الجمع
وهذا يعني ينسجم مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح: لا تحرموا إماء الله مساجد الله، أو لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا من حيث المبدأ الصحابيات كنا يحضرن صلاة الجماعة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، مش واجب عليهن كما الحنابلة يرون أن صلاة الجماعة واجب، والشافعية قالوا فرض كفاية، هذا على الرجال. أما النساء فهي سنة، أعظم أجر، يعني فيها أجر وثواب لا شك في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما منع الصحابيات من حضور الجمع والجماعات، تمام. قال في حديث آخر: صلاته في بيته أفضل، هذا ثابت، لأنه لو كانت صلاة الجماعة واجبة على النساء لوقعت عليهن المشقة الكبيرة العظيمة، بدها ترعى البيت وعيالها، وممكن يكون عندها عمل، ويعني تحتاج مكان وضوء خاص، دورات مياه أعزكن الله مستورة، فالرجل ممكن يتوضأ في الشارع ببريق ويأخذ مكان ويتوضأ، تمام. فالجاهزية بالنسبة للمرأة لحضور صلاة الجماعة والتي تحتاج إلى خروج من البيت إلى المسجد على الأقل، وربما تكون في السوق وتصلي في المسجد، في مسجد السوق، الجاهزية فيها عسر عليه، ليست متيسرة دائما وفي كل حال. طبعا الكلام على المرأة، للمرأة المقيمة غير المسافرة، الصحيحة غير المريضة. أما بالنسبة للرجل فالأمر أيسر وأسهل بكثير، فلذلك كانت صلاة الجماعة فرض كفاية على الرجال المسلمين البالغين العاقلين الأصحاء المقيمين. وعند رأي من آخر عند فقهاء السنة أنها واجبة كما عند الحنابل، أما عند المرأة فهي يعني مباحة، وممكن نقول مستحبة، لكن صلاتها في بيتها أعظم أجرا. ما منع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابيات من الحضور؟ انظروا في هذا الحديث، كان يؤخر جلوسه في المسجد حتى تخرج النساء. النساء كنا بعد سلام النبي عليه الصلاة والسلام يغادرنا، فكانت الواحدة منهن تقرأ الأذكار في طريقها إلى بيتها. طب لماذا كان يتأخر النبي عليه الصلاة والسلام بعد التسليم وبعد الأذكار يتأخر قليلاً؟ وما صرح ليش، ما ذكر ليش. التابعين بعض الصحابة وبعض التابعين فهموا السبب، كما قال الزهري رحمه الله وهو من علماء التابعين: فنرى والله أعلم أنه أن مكثه لينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال فيحصل الاختلاط على باب المسجد. هذا فهم التابعين من السلف الصالح للحديث، وانتبهوا، ضروري جدا عند الرواية أن نميز بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وبين كلمة قد يقولها راوي الحديث من الصحابة، وبين كلمة قد يقولها راوي الحديث من التابعين أو من بعد التابعين من الرواة. يعني أي زيادات بدنا نعرف مين اللي قال. والمحدثين علماء الحديث النبوي الشريف رحمهم الله تعالى كانوا دقيقين جدا في تشقيق المتن وتمييز عباراته. الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الكلام اللي أضافه الصحابي من وجهة نظره، يعني ذكر الحديث ثم قال كذا، شرحه، يعني كأنه الصحابي يروي أحيانا الحديث ويشرحه أو يشرح بعضه، وأي كلام ربما كان من إضافة التابعي أو من جاء بعد التابعي من الرواة. فبدنا نميز، لأنه أحيانا بيصير في خلط، فبكون كلام ينظر إلى كلام أحد الرواة أو كلام الصحابي على أنه جزء من الحديث. وهذه قضية مهمة وحرص على ضبطها علماء الحديث النبوي الشريف، بينما لاحظوا عند أهل الكتاب اختلط كلام الأحبار بكلام التوراة بما جاء في التوراة،
وقساوسة النصارى اختلط كلامهم بكلام الإنجيل بما جاء في الإنجيل. عن قصد كان عن قصد فهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، وإن كان عن غير قصد فهذا لا يجوز أيضا لأنه هذا جهل. تمام. طبعا الله ما تعهد بحفظ أي من الكتب السماوية السابقة، تمام، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى عليهم السلام، لكن تعهد بحفظ القرآن الكريم من أي تحريف أو تبديل أو تغيير أو إنقاص أو زيادة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن قد يظن ظان أنه ما حصل محاولات للتحريف، تحريف القرآن في التاريخ، لا، حصلت محاولات كثيرة للتحريف في القرآن من المنافقين ومن اليهود ومن غيرهم من أعداء المسلمين، من مستشرقين وغيره، محاولات كثيرة قليلة في آيات في آية إلى آخره، لكن دائما كان يقيد الله تعالى لهذا القرآن من ينفي عنه ويذب عنه ويحميه من التحريف والتبديل والتغيير. فالقرآن الذي نقرأه اليوم هو نفسه الذي أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والمكتوب في المصاحف الجديدة والقديمة المخطوطة والمطبوعة في جميع أنحاء العالم واحد، ما في اختلاف، اختلاف بالنطق، قراءات، هذه مش اختلاف بالنص، ما في اختلاف بالنص، كتاب عمره أكثر من 1400 سنة، ما في اختلاف بين المسلمين فيه ولا عليه، لا قليلا ولا كثيرا. بينما لاحظوا النصارى عندهم أناجيل، مش أربعة، أكثر من أربعة بكثير، وقس على ذلك بالنسبة للكتب السماوية الأخرى، لكن القرآن تعهد الله بحفظه. فلاحظوا العلماء الحديث كانوا حريصين على تمييز أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المروية عنه عن أي اختلاط بغيرها مما هو من قبيل الشرح أو البيان أو التوضيح من الراوي الأول أو الثاني أو الثالث أو غيرهم. تمام. فالزهري قال في التعقيب على الحديث: فنرى والله أعلم أن مكثه هذا اليسير بعد الأذكار بعد التسليم لينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. تمام. يعني أم سلمة قالت النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث والنساء كانت يخرجن فورا بعد السلام. تمام. ليه؟ ما ذكرت هي. الزهري وضح عشان ما يصيرش اختلاط على باب المسجد. طبعا نفهم من هذا الحديث أيضا أنه ما كان مصلى النساء، مكان الصلاة للنساء في المسجد النبوي الشريف ما كان مفصولا بجدار. أنا ما اطلعت على روايات أو آثار تدل أنه كان في جدار بينهن وبين مكان صلاة الرجال أو حتى ستار، لكنهن كنا يخرجن ملتفحات لا يكاد يعرفن، يعني أشبه لباس بلباس الصحابيات، بحجاب الصحابيات، والله تعالى أعلم، العباءة التي على الرأس مع غطاء الوجه، العباءة التي على الرأس وتلبس في أرض الجزيرة وفي العراق وتلبس الآن أيضا في الجزائر وفي بعض مناحي مصر، لكن بالجزائر بيلبسوها بالريف اللون الأبيض، مش اللون حسب العرف. تمام. لكن التعميم البدن، العباءة التي على الرأس مع غطاء الوجه، كنا يخرجنا ملتفحات لا يكاد يعرفن، يخرجنا فين للصلاة. فما كان في ستار بينهن وبين الرجال ولا جدار، كنا يسمعن القراءة، قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الواحدة منهن أحيانا يكون معها طفل فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام، طفل رضيع يعني، فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام صراخه فيخفف الصلاة، يخفف الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه كان بدون ميكروفون، طبعا الكلام مسموع، قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وصراخ الأطفال مع الأمهات من المصليات،
الحاضرات في المسجد، لكن كان في تباعد، يعني كان صفوف الرجال بعدين صفوف الأطفال بعدين صفوف النساء، فكان في تباعد. كانت النساء في آخر المسجد، كانت النساء في آخر المسجد تسمع القراءة وتقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في آخر المسجد في تباعد، والله تعالى أعلم. تمام. طيب، وإذا أراد أن ينصرف توجه في جهة حاجته لما روى الحسن البصري رحمه الله تعالى، هذا من فقهاء التابعين، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن الحسن البصري رحمه الله تعالى يصف فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، هو تابعي، فاته شرف لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شاف فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد البصرة، فوصف كيف كان يخرجون من المسجد. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلون في المسجد الجامع، يعني في البصرة، فمن كان بيته من قبل بني تميم انصرف عن يساره، ومن كان بيته مما يلي بني سليم انصرف عن يمينه، يعني بالبصرة. تمام. طيب، وإذا يعني كل واحد بيطلع من الباب الأقرب لبيته، الأقرب لحاجته، طيب وإذا ملوش حاجة من أي باب يخرج؟ يخرج من الباب اللي على يمين المحراب، وإن لم يكن له حاجة فالأولى أن ينصرف عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، كان يحب التيامن في كل شيء. تمام. هذا الخروج من المسجد، لاحظوا الفقهاء يعني رعايتهم لتفاصيل التفاصيل في بيان الأحكام وتشقيق المسائل، من أين من أين نخرج؟ من المكان الباب اللي عندك اللي لك فيه حاجة، اللي جهة بيتك أو جهة السوق أو جهة المكان اللي أنت رايح عليه. طيب إذا ما فيش عندي حاجة معينة، بخرج من الباب اللي على يمين المحراب، يعني على يمين القبلة، من باب التيامن. طبعا ممكن هذا إذا كان المسجد له أبواب عن اليمين وعن اليسار ومن الخلف، في مساجد لها أبواب من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن اليسار، في مساجد لها أبواب من الخلف فقط، فمخرج واحد للمصلين ومدخل واحد للمصلين، وبالله التوفيق. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، لأن موضوع القنوط في صلاة الصبح فيه بعض التفاصيل، ولابد أن نطلع على ما عند المذاهب الأخرى إن شاء الله تعالى الكريم، فنكتفي بهذا القدر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى الكريم، ونلتقي في الدرس القادم، وسيكون رقمه 55 إن شاء الله، لنبدأ بالحديث والشرح من العنوان: فصل القنوط في الصبح. فصل القنوط في الصبح، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إني داع فأمنوا. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ربنا يا الله ما أعظمك، سبحانك ربنا يا الله ما أحلمك، سبحانك ربنا يا الله ما ألطفك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، عدد ما عدَّ ويعد وسيعد العادون من خلقك في ملكك إلى يوم الدين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا الله يا غفور يا غفار يا غافر الذنب ويا قابل التوب،
أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تتوب علينا جميعا يا تواب يا رحيم، وأن تعفو عنا جميعا يا عفو ويا حليم، وأن تجيرنا جميعا من عذاب القبر، وأن تجيرنا جميعا من عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، وأن تجاوز بنا جميعا الصراط بسلام يوم القيامة، وأن تدخلنا جميعا الجنة مع الأبرار برحمتك بنا يا رحيم يا رحمن، وأن تجعلنا جميعا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك بنا جميعا يا الله يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله. اللهم زدنا جميعا إيمانا وتقا وورعا وعلما نافعا ما أحييتنا يا رب العالمين، وقربنا إلى جلالك، واجعلنا من أوليائك في الأرض في هذا الزمان، واجعلنا من أحبابك في الأرض في هذا الزمان، ووفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى من الأعمال والأقوال ما أحييتنا يا الله، وجنبنا جميعا الزلل والضلال وظلم العباد ما أحييتنا يا الله، واستخدمنا جميعا في خدمة دينك في الأرض وفي قهر أعدائك فيها ابتغاء مرضاتك عنا يا كريم، وارزقنا جميعا الإخلاص لوجهك الكريم في أعمالنا وأقوالنا كلها ما أحييتنا يا رب العالمين، وباعد بيننا وبين النفاق والرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب يا الله. اللهم عافنا واعف عنا وتولنا يا رب العالمين، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. هذا الدعاء فلا تردنا عن باب رحمتك خائبين، وأنت أكرم من سئل، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.